وكالتالي سؤالي، لما طرحته على السيد سامي قلي مدير النوعية والاستهلاك بوزارة التجارة عفوا، تحدث عن نظام الفوترة وأنه كل يعمل بنظام الفوترة لا يريد التعميم، لكن أنا أريد هل الفلاح يعمل بنظام الفوترة؟ تفضل سيدي. بعد بسم الله والصلاة والسلام، أشكركم على كرم هذه الاستضافة. بداية نترحم على المتوفين المصابين بهذا الوباء، نتمنى من الله عز وجل أن يفك بلدنا وأن يشفي مرضانا بهذا الوباء. نعم. بداية نتكلم على الفلاحة بولاية الواد. نحن كفلاحين، نظام الفوترة كفلاح إذا كان باش يكون كاين تثقيف وفي أسعار تناسب المستهلك والمنتج وتكون حماية للمنتج بأسعار يعني تكون تناسب التكلفة نتاع تكاليف الإنتاج من البداية ليس من النهاية. يعني الفلاح دوره ينتج، نحن كفلاحين دورنا الإنتاج. الوزارات ذات صلة، من هم من يقومون بتنظيم التسويق داخل وخارج الوطن، طبعا وزارة التجارة على عاتقها أن تنظم الأسواق. يبقى الفوترة كنظام نحن لا نعمل به. الفلاح يعني إذا درنا مقارنة بإنتاجنا في السنوات الماضية دائما كان تذبذب، ما كانش استقرار في الأسعار على مستوى أسواق الجملة في الجزائر. الدور لعباته ولاية الواد دور مفصلي في توفير المادة الاستراتيجية، ونتكلم على بطاطا لما حدث مؤخرا، خاصة لما تكلمت على الأسعار. احنا الفوترة ما كانش فوترة، مازال الفلاح دوره ينتج وبيع للتجار، والتجار بدورهم هم من يقومون بنقل الخضروات إلى أسواق الجملة وإلى مختلف الولايات، لأن ولاية الواد أصبحت قطب فلاحي كمقصد لكل الباعة والتجار من مختلف ربوع الجمهورية. من جهة نحن في البطاطا الآن الدولة الجزائرية يعني نتكلم على وزارة الفلاحة بالنسبة للنظام تاع الضبط والمنتوج متوفر في ولاية الواد من خلال المساحة التي هي شاهد اليوم قرابة 30,000 هكتار تعول الدولة كثيرا على ولاية قطب فلاحي كسلة غذاء للجزائريين. رانا نوفر يعني المساهمة الوطنية اليوم المساحة مع المساهمة تاع 75% يعني مساهمة معتبرة لتغطية حاجيات الساكنة في الجزائر من جهة. بالنسبة للأسعار اللي ارتفعت ارتفاع جنوني في يومين، هذه سابقة يعني استغلوها ناس وسطاء بسبب هذا. كنا نشاهد هذا الارتفاع سيدي الفاضل في المواسم، خاصة في شهر رمضان الكريم، شاهدوا في الأعياد مثلا. اليوم جاء هذا الوباء وجاءت الأسعار مرتفعة أيضا. أنت قلت أن لا نستعمل ولا نتعامل بنظام الفوترة، لكن اليوم ربما الكل يصب على الإشكالية على عاتق الآخر. التجزئة يقول استهلاك الجملة، وتاج الجملة يقول فلاح. الفلاح في ولاية الواد، وإحنا رنا موجودين في مراكز الإنتاج، ودور نحن ننتج. مدام أن التسويق على عاتق جهة أخرى، ولكن في تكامل الآن مع الوزارات ذات صلة، الفلاحين أنتجوا. بالنسبة للأسعار الفلاحين رأي عقلانية جدا من بداية القلع. إحنا كان نتكلم على مساحة هامة تاع 30,000 هكتار بولاية الواد بمجموع إنتاج تاع 9 مليون حتى قرابة 10 مليون قنطار، وبدينا القلع في شهر ديسمبر إلى اليوم متواصل قلع يعني بشكل عادي من خلال توافد الشاحنات من كل ربع الجمهورية. وهناك مؤشران وطنيان لسوق الجملة كشلغوم العيد والرفيق بالبوليدة، أن نشوف الأسعار اللي كانت طيلة 4 أشهر متتالية ديسمبر وجان في فيفر في مارس. الآن كانت الأسعار قبل هالأسبوع كانت ما تتعداش 35 دينار البطاطا في ولاية الواد. وهذا المتعارف حقيقة، كان الفلاح يبيع فيها بأقل من سعر التكلفة. ولليوم الفلاحين رأي الأسعار عقلانية جدا. فقط اللي دخل هو عامل مناخي، هناك رياح أوجة ضربت بولاية الواد على حد 100 كيلومتر في الساعة من خلال العقدة، حجبت الرؤية بالكامل، خلت الفلاحين والعمال اللي ما قدروش يشوفوا، وردم مسالك فلاحية وعر عن الشاحنات دخولها للمزارع. هذا الشيء اللي عوق القلع لمدة يوم أو يومين، مما جعل ربما العرض كان أقل من الطلب. هو اللي تسبب، ولكن الحمد لله هدأت العاصفة ورجعت الأسعار عادية. وحسب المعلومات التي وردت إلينا اليوم من خلال الاتصال المباشر مع الفلاحين ومع بعض الجهات في مناطق الإنتاج بولاية الواد، الأسعار ما تعدتش 35 دينار، ربما وصلت حد ل 40. ولكن أيعقل تتباع ب 120 دينار؟ هذا ليس من المعقول. وبالتالي نحن مع عقلة الأسعار وأخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على رأس السيد معالي الوزير التدابير اللازمة لإخراج المخزون 4000 طن على رأس مؤسسة تثمين المنتوجات أجرولوج، بهذا بنظام الضبط التابع للديوان المهني المشترك للخضر والفواكه واللحوم. كل هذه التدابير من شأنها يعني باش
تكون تعديل الأسعار خدمة للمستهلك والمحافظة على المنتج بآلية الضبط للمخزون اللي موجود على عاتق المخزنين بالنسبة للنظام المعتمد لدى وزارة الفلاحة. طيب حتى نعطي الكلمة فقط لسيد يوسف مرخوفي، لكن بعد هذا الخبر متابعينا الكرام، حيث شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم أونيليف اليوم الخميس الموافق للتاسع عشر من مارس 2020 في أولى عمليات تموين السوق الوطنية بكميات كبيرة من مادة البطاطا المخزنة لضبط الأسعار الملتهبة، وقد جاء هذا الإجراء لمواجهة وكسر الأسعار التي شهد ارتفاعا كبيرا لهذه المادة الواسعة الاستهلاك. طيب حتى نتحدث في هذا الخبر فقط سيد يوسف مرخوفي، أنت بصفتك رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة البطاطا لولاية الوادي، اليوم الإشكال الواقع في تضارب الأسعار أين يكمن في نظرك؟ هل من جانب السماصرة الذين يشترون من طرف الفلاح كهو أول ناتج لهذه المادة، أم تقول لا هي انعدام الرقابة من السلطات الفلاحية أو وزارة الفلاحة وحتى وزارة التجارة في حد ذاتها؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة النهار على هذه الاستضافة، وأترحم يعني في هذا بهذا المصيب الجلل يعني على كل حال على الإخوة اللي أخوانا اللي توفوا بهذا الفيروس المستجد. وبالنسبة للسؤال يا أخي نتاعك فيما يخص يعني السبب، حابين يعني الجهة المسؤولة على ارتفاع الأسعار، أولا نحن كشعبة أو رئيس شعبة بصفتي رئيس شعبة للبطاطا، الدور نتاعنا يكمن وهو في تنظيم هذا الإنتاج وتنظيم يعني الفلاحين وتحفيز الفلاحين على الزرع وعلى الإنتاج. أما بالنسبة لارتفاع الأسعار، بالنسبة لارتفاع الأسعار لا دخل للفلاحين في هذا المشكل أو المنتجين في هذا المشكل، لأن على حسب المعطيات البطاطا الوقت يعني الوقت القريب الفلاحين بالعكس كانوا المنتجين كانوا يعني يحاولوا باش يلقاو أسوام أكثر من هالأسوام، لأن عندهم مضرين من الأسوام اللي سبقت، مضرين الأسوام لأنه مكان الإنتاج اليوم الفلاح الدور تاعه هو الإنتاج، احنا كفلاحين كمنتجين انتجنا. أما بالنسبة للسبب الحقيقي وهو بالنسبة للمغرضين والناس اللي راهم كيما نقولوا احنايا اللي راهم يهزوا من عند الفلاحين ويدوا الأسواق، ومن بعد من الناس اللي يشروا من عند التجار تاع الجملة والتجزئة. أما بالنسبة للفلاحين احنا كمنتجين منتجين للبطاطا في هذه الشعبة هذه، احنا يا أخي اليوم البطاطا في ولاية الواد راهي من 30 دينار حتى 25 دينار حاليا، اليوم راهي من 30 دينار 25 دينار، يعني الإنسان يتعجب عندما بين ليلة وضحاها ترتفع هذه الأسعار هذه. هناك شيء، والشيء هو أن لازم تكون هناك يعني رقابة صارمة للناس هذو للتجار، لازم تكون رقابة صارمة. أما الفلاح راهو بريء كل البراءة من هذا الارتفاع الأسعار، بالعكس احنا بطاطا في الواد اليوم ما تنتهيش حتى المي، راهو عندنا فائض كبير في الإنتاج، عندنا 9 مليون قنطار طن في يعني في مساحة نتاع 30 ألف هكتار، راهو عندنا فائض. بالأمس كان الفلاحين كانوا مش حتى الفلاحين بالأمس كانوا يعني ينادوا للأسعار، يعني عندهم خسارة كبيرة، عندهم تذمر كبير، واليوم بين عشية وضحاها ترفع. وكاين سبب آخر ثاني يعني السبب الحقيقي اللي نقول أنا ربما نرجعه هو بسبب الظروف المناخية اللي فاتت، الرياح اللي خلت يعني الطرقات نتاع المسالك الفلاحية تتسد بالكتبان الرملية، خلت اليد العاملة ما تكونش، وهذا سبب طبيعي. لكن صدقني من على نهارين ترجع البطاطا لعادتها اللي كانت بكري. طيب. وزيد نعم. تفضل. ونزيد نقول لك حاجة، اليوم راه عندنا مخزون كبير اليوم بسبب يعني الفائض اللي وقع في ولاية الواد وقع في ولاية أخرى، اليوم وزارة الفلاحة حملت على العاتق نتاعها وامتصت الفائض هذاك، امتصت يعني حتى يكونوا جزئيا عندها اليوم المخازن الحمد لله راهي فيها البطاطا باش ما يقلقش المستهلك والله يدمر، راهو كاين موجود حتى ما عندناش في الارض راهو كاين في المخزن، هذا هو. طيب
سؤال هو كالتالي، طرحت على السؤال لسيد بكار غمام حماد رئيس غرفة الفلاحة بولاية الوادي، وسألته سؤال قال لي أنه نحن لسنا مجبرين بالتعامل بنظام الفوترة هكذا، هل تحبذون ذلك؟ هل تحبذون التعامل بنظام الفوترة حتى تضفي شفافية أكبر في التعامل بين الفلاح وتاجر الجملة؟ يا أخي شوف، بالنسبة لنظام الفوترة هذا نظام ما زلنا حقيقة بعاد عليه. لماذا؟ يا أخي صراحة بعاد عليه، مازال الفلاح ما هوش مهيكل وما هوش منظم حتى يقدر يتوصل له المعلومة تاع نظام الفوترة اليوم. لأن الفلاح إذا كان أنت الفلاح باش ترغمه يروح للضرائب ويروح للجباية، الفلاح من المفروض يلقى الدعم، ما يروحش لا 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 لا. ونظام الفوترة يروح له لا 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 للشق هذا. إذن اليوم احنا نظام الفوترة نتمنوا إن شاء الله مستقبلا أن نروحوا له، بل كي نروحوا لنظام الفوترة بالعكس يكون هناك تنظيم للمهنة في حد ذاتها وتنظيم للشعب. جميل. طيب سؤالي لسيد بكار غمام، اليوم الجزائر ربما صبت منتوج للبطاطا حتى تكسر هذا الاحتكار، وقال لي الآن السيد يوسف مرخوفي أنه في منتوج وفير يكفي لسنة قرابة حوالي 9 ملايين طن هكذا. 9 ملايين قنطار. قنطار. طيب جميل، هل يؤثر هذا التموين للسوق بالمخزون اللي كان موجود على سنة من جانب التسويقي؟ شوف احنا بالنسبة لتكامل حلقة الانتاج في الجزائر، حبان الله بمناخ فصول أربعة الجزائر بإمكاننا ننتج، نزرع البطاطا 12 شهر ونقلع 12 شهر. الوزارة أخذت مرتين على نظام ضبط كمخزون استراتيجي للمرة الثانية لامتصاص فائض، الوزارة الوحيدة التي حققت فائض من خلال جهد الفلاحين بولاية هامة يعول عليها كثيرا كسلة غذاء لتأمين الغذاء للساكنة من منتوج استراتيجي، ونوفر 75% معناها رو مساهمة فعالة. صحيح. الفلاحين اخذوا على عاتقهم في كل الظروف، في المناخ الصعب في ظل الحرارة مرتفعة أنتجوا وجابوا فائض وباعوا بأسعار أقل من التكلفة وصبروا لأنهم مش يوكلوا الجزائريين. وولاية الواد اليوم هي القبلة الآن كمستقبل واعد في عمق تنمية مستدامة لولاية الواد كولاية بإذن الله تكون عندها مستقبل واعد لتلبية حاجيات الساكنة من كل الخضروات والمنتجات، ناهيك عن الثوم اللي راهو شهد ارتفاع أيضا. ولاية الواد راهي تجني فيه الآن باش نكسروا أيضا الأسعار، ورانا مقبلين على شهر رمضان شهر الرحمة. كل التدابير مواتية ولاية الواد مفصلية في إنتاج أفضلية المبكرات. إذا ولاية الواد ولاية مفصلية في كل المنتجات، والبطاطا اليوم ما زلت عندنا ما يكفينا حتى بداية شهر ماي. هناك ولايات أخرى منتجة في المواسم كمستغانم راهي باش تدخل معانا، إذا باش يوقع تلاحم بين المواسم. أيضا كل التدابير يعني تكون مسبقة. الفلاح لازم ينتج في أحسن الظروف. لما نتكلم على التنظيم ونظام الفوترة ونع رجلك في بلاد نظام التعاونيات، لما تكون الآن في الهيكلة الجديدة في ذا الاستراتيجية الجديدة، الفلاح ينتج التعاونية هي من تنظم التسويق مع من تتعامل كمتعاملين اقتصاديين في الإجراءات اللي باش تكون إجراءات الفلاح ينتج والتعاونية تسوق وتبيع وتوفر لك كل المستلزمات وتفي غرض منخرطية. هذا النظام لا بد أن يعتمد الآن. هاتي الفوضى العارمة، هذا التصادم الذي نشهده كل مرة لما ننتج ونخسر. إذا نحن بلادنا ونحبوها الجزائر ننتج في كل الظروف. ولاية الواد حماية الفلاح أولا، ونحن مستعدين على توفير الإنتاج وما عندناش مشكل في الإنتاج. نحن نريد برنامج طموح بمرافقة ميدانية حقيقية في إطار التسهيلات، سوف نذهب للتصدير حقيقة. شرعنا حتى في التصدير من ولاية الواد، ولكن نظرا لهذا الوباء اللي دخل فجأة نتمنى الشفاء لكل مرضانا. نتمنى أن يفكنا الله سبحانه وتعالى من هذا الوباء، والجزائر بخير بإذن الله، وولاية الواد مستعدة بفلاحيها الذين شمروا عن سواعدهم وطوعوا رمال صحراء. بالأمس كانت صحراء قاحلة، هم من طوعوها و أنتجوا أجود أنواع الخضر، فهم مستعدين أيضا في الثوم وفي الطماطم الخريفية. الآن هم من وفروا مادة سريعة التلف للجزائريين في 4 أشهر في إطار سلسلة حلقة تكامل الإنتاج في الجزائر. إذا الفلاحين مشكورين من هذا المنبر، لكن يبقى الآن نظام الضبط، نظام الحافظ على المستهلك من جهة، والفلاحين ليسوا بشجعيين
وليسوا بطمعيين. أما النظام يبدأ من عند في السوق الجملة الآن. نحن نفتخر إلى قاعدة تجارية صلبة في ولاية الواد. لما نتكلم عن التنظيم يبدأ من نظام سوق جملة جهوي وطني في ولاية الواد بحجم إنتاجها بمؤشر نمو اقتصادي فاق 220 مليار دينار كتكلفة اقتصادية في الجزائر، تعد قوة اقتصادية الآن يحسب لها حساب تأمين أمن غذاء الجزائريين من صحراء الجنوب الجزائري من خلال ما يزخر به من ثروات طبيعية وأراضي بور شاسعة وخزان للمياه الجوفية أهلتنا أن نكون أقطابا فلاحية بامتياز والتي تعد مصدرا للرزق عموما اليوم. إذن يعني الجدوى الاقتصادية فهي موجودة الآن. أنا نقول لازمنا منظومة تخزينية قوية في الجزائر، لازمنا قاعدة تجارية صلبة في الجزائر، لازمنا الوزارات ذات صلة حتى نلتقي من أجل الحلول، إيجاد حلول صائبة أن الفلاح ينتج، أن الواد اليوم فهي مستقبل واعد كتنمية متكاملة مستدامة. أنا نقول مستعدين باش نرفع إنتاجنا في ظل التحول الاقتصادي، في ظل رهانات اقتصادية عند تهاوي أسعار نفط، فالبديل الأخضر هو الزراعة في إطار محرك نمو والمحافظة على السيادة الوطنية. حتى نبتعد على موضوعنا فقط سيدي، ربما سؤالي هو اللي طرحته أنه هل سيتم أو هل سيؤثر تموين السوق اليوم في هذه الذات من أجل كسر الاحتكار بمنتوج مثلا البطاطا أو منتوج آخر على السناء من جانب التسويقي؟ هل اليوم سيؤثر لأنه الحكومة والوزارات لديها مخطط تسير عليه من جانب التنظيم من جانب التسويق اليوم؟ هل إقحام السوق بهذه المواد والخضروات سيؤثر على نظام التسويقي مستقبلا؟ لأنه قال عندنا ما يكفينا من البطاطا إلى غاية ماي. إحنا نتحدث على الجانب السنوي. تفضل. إحنا الجانب السنوي الخريطة الآن مقبلين على غرس كمية مساحات هامة في الجزائر. هناك خريطة زراعية برمجتها وزارة الفلاحة من خلال يعني المساحة الموجودة على مستوى وطني في كل الولايات. أنا قلت لك البطاطا الآن في 37 ولاية الآن، لكن إحنا في ولاية الواد الأكثر مساحة عندنا في الشتاء هذه المزروعة أكثر إنتاج. نعم أكثر إنتاج في أود سبتمبر اللي غرسناها ونقلعها من ديسمبر إلى يومنا هذا، ما زلنا نقعد الأفريل كامل وحتى ماي. لكن يبدو المواسم الولايات اللي زرعت الآن في جانفي وفي ديسمبر كمبكرات، كاين ولايات كما سكيكدا وتيبازا وبومرداس ومستغانم زرعوا المبكرات، زرعوها لابريميري يسموها، أي تدخل الآن تدخل في أفريل ومن بعد يجي الموسم في ماي تدخل حتى الواد وتدخل تدخل البرين الجلفة تدخل عند دفلة تدخل مصغان تدخل معسكر. هناك تكامل الإنتاج يجي الموسم الآن بخيره ونزيد ونعاود ونديروا تخزين آخر في جوان جويلية لضبط المخزون الاستراتيجي تفاديا للندرة ما في أشهر ما. ولكن الحمد لله أن الجزائر من خلال توجه الوزارة ببرنامج انت استيراد البذور اللي رأي الآن كان مساحة هامة زرعت على مستوى الولايات المعروفة بإنتاج البطاطا وعلى رأسها ولاية الواد اليوم ولاية الواد أيضا مفصلية في كل المحاور. طيب. إذن نطمئن من خلال هذا المنبر، البطاطا موجودة في الجزائر، عندنا موسم زاخر الآن بالرغم من شح الأمطار، ولكن الجنوب الجزائري بثروته المائية بالسقل عن طريق الرش المحوري والساقه بالتقطير، فالجنوب اليوم قاعد يعول الآن طبيعة لا ينكر أحد هذا، لأنه نعم. اليوم مشروع الجمهورية الجديدة هو توجه إلى الاستثمار في هذا الجانب إلى الجانب الصحراوي وأيضا المناطق الداخلية. طيب نعود لك فقط سيد يوسف مرخوفي، تحدثت عن اليوم عن جانب التموين والتخزين، هل اليوم ولاية الوادي مؤهلة إن صح التعبير بين قوسين إلى عملية إنتاجية وافرة وتخزينية في نفس الوقت؟ أولا أصحح لك المعلومة أخي، أنا لم أقول أن في ماي تنتهي يعني بالنسبة للجزائر كل، أنا نعطيك في ماي الصدير عملية القلع نتاع البطاطا تستمر إلى حتى ماي في ولاية الواد. نعم. بل هناك تدخل علينا ولايات أخرى كاين مستغانم، دوك تخرج البطاطا تاع مستغانم تخرج البطاطا بيسير تخرج البطاطا تاع مستغانم سي تدير، ما عندناش لازم نحو التخوف. احنا المشكل اللي رانا طايحين فيه اليوم بسبب هذه الظروف الجويه وبسبب هذا المرض نتاع الوسماه المستجد، المواطن طاح في تخوف. احنا نقول لهم نطمنوهم باللي البطاطا راهي موجوده راهي كاينه راهي. طيب سيدي لا نتحدث عن فقط البطاطا بل نتحدث عن الخضر والفواكه. لا نحكي لك يعني بالنسبه الخضر في حد ذاتها، البطاطا لما تنقص وخضر اخرى ترتفع بالنسبه للشعبه نتاعي، راني نهضر بالنسبه للاختصاص نتاعي طبيعه الحال والشعبه نتاعي.
اما بالنسبه استاذ السؤال اللي طرحته وعاود لي السؤال اللي حول التسويق والتخزين، هل القدره الاستيعابيه لولايه الوادي اليوم قد يمكن القول انه هي مستعده لعمليه تخزينيه كبيره؟ بالنسبه لولايه الوادي على كل حال انتم ما يهفكمش، عندنا فريغو ميديت هذا اللي راهو موجود في ولايه الواد اللي لا كاباسيتي نتاعو تخرج ل 20000 متر مكعب. اليوم المساحات شاسعه وقادرين الفلاحين انهم ياخذوا التحدي. نطمئن الفلاحين عندنا قادرين ياخذوا التحدي، قادرين نفوتوا المساحات نتاع 30000 هكتار بكل سهوله. وهذا يكون بطبيعه الحال بالمرافقه نتاع وزاره الفلاحه، وقادرين نقفوا التحدي. وعدنا ومازال هناك نقص حقيقة في غرف التبريد، ما نقولوش ما كاش نقص، وهذا الفلاحين الكل يعلموه. وإحنا يعني حبذا يعني لو كان نزيدوا ونطوروا وننشئوا في غرف تبريد، لأن الأزمات تلد الهمة وتلد الرجال. صحيح. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك سيد يوسف مرخوفي. ربما كلمة أخيرة سيد بكر غمام في عجالة لأنه نظرا لضيق الوقت فقط. من طبعا احنا في ولاية الواد كولاية التحدي دائما، ونذكر بلي الفلاحين راهم دائما في تنوع في اكتشافات في ولاية الواد. حتى الفول السوداني كانت الدولة الجزائرية على عاتق الخزينة، الآن نستورد. اليوم ولاية الواد تكفي الجزائر وصدرنا حاويتين ب 24 طن الى شقيقه ليبيا. لكن بالرغم من الظرف الوباء هذا وغلق المنافذ البريه، لكن نتفائل خيرا ان شاء الله، والجزائر برجالها وولايه الواد تحديدا فهي قمه شعار التحدي، المستقبل الواعد لتامين الغذاء للجزائر بنسبه اسهام قويه جدا. ومن خلال هذا المنبر يعني البرنامج والاستراتيجية الجديدة اللي سطرتها الحكومة الجزائرية في برنامج قطاع الفلاحة مع وزير الفلاحة شخصيا، اللي راهو في مرافقة دائمة، اللي راهو في كقوة حوار نحن وقوة مشاركة الاقتراحات، يعني إن شاء الله ولاية الواد تحظي ببرنامج طموح للمنظومة التخزينية التبريدية، ببرنامج واعد للرش المحوري الذي تحدى يعني عمق في مساحات شاسعة حتى نصدر من وادي سوف مستقبلا، باش تكون كاين بدائل اقتصاديه في ظل هذا التهاوي، والجزائر ان شاء الله تكون امنه مستقره بخير بفضل التوجه نتاع رئيس الجمهوريه والحكومه والسيد معالي وزير الفلاحه والتنميه الريفيه، مشكور من خلال هذا المنبر اللي راهو في سماع كل انشغالاتنا. مره اخرى اشكر قناه النهار على يعني طرح عديد الانشغالات بهذا الفضاء الاعلامي اللي يوصل صوت المواطن، يوصل صوت الفلاح من خلال هذا المنبر. ان شاء الله يعني تكون عندنا مستقبل واعد خاصة في الزراعة اللي هي محورية للمحافظة على السيادة الوطنية بطبيعة الحال. شكرا جزيلا لك. كلمة أخيرة في 30 ثانية فقط سيد يوسف مرخوفي. شكرا أخيرا. أولا نشكر قناة ثانية، أشكر قناة النهار على الاستضافة، وأنا نطمئن الإخوة يعني المستهلكين نقول لهم بحول الله رانا واقفين ان شاء الله كشعبه، رانا منظمين ارواحنا، والوزاره راحت للشعوب المهنيه من اجل تفادي مثل هذه الاصطدامات ومن اجل الوقوف في هذه الازمات. والوزاره بحول الله ان شاء الله رانا مترافقين مع وزاره الفلاحه في كل، راهي مرافقتنا في الاراي، راهي يعني رانا الحمد لله ما عندناش يومين درنا اجتماع مع السيد الامين العام للوزاره واعطيناه الانشغالات نتاعنا، وما كان حتى مشكل ان شاء الله. والفلاحين وبحول الله راه نشوفوا افاق جديده للجزائر جديده ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام يوسف مرخوفي والسيد بكر غمام حماد، كنتم ضيوفي اليوم، شكرا جزيلا لكما. اذا متابعينا الكرام ننتقل واياكم مباشره الى اخبار الرياضه مع ابتسام شواش. اهلا بك ابتسام. اهلا بك بلال. اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى موعد رياضي جديد نستهله باخبار الخضر، حيث كشف